إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه جل وعلا. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة، فهو الكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين، أنزله لنقرأه تدبرا، ونتأمله تبصرا، ونسعد به تذكرا، ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه، ونصدق أخباره، ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه، ونجتني ثمار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وإزهاره. فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهدى التي بها صلاح جميع المخلوقات، والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب، وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب، وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء، والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. لا تفنى عجائبه، ولا تقلع سحائبه، ولا تنقضي آياته، ولا تختلف دلالاته. كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولدة النفوس، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح، يا أهل الفلاح حي على الفلاح، نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن أصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها،
فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا، وتحكمت فيها أسقام الجهل، فلم تنتفع معها بصالحنا. الغذاء، وعجبا لها، جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاقتداء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله، كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطلع الأنوار من السنة والكتاب. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على نفسها بالعجز عن تلقي الهدى من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية التبيان، وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الأقصى من البيان. كلا، بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها، وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير، يعني يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير، وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها، والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزحموا عليها. وهيهات، أين السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع؟ وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات؟ إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنود الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟ قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. وها نحن مع القرآن إخواني الكرام، وتأملات قرآنية وصورة القصص، وما زلنا مع الآية 27 من سورة القصص، والإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، والتي يقول الله جل وعلا فيها: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني والمسألة هنا يا إخواني يقول فيها الإمام، يعني الإمام القرطبي قال يعني مكي في هذه الآية: خصائص في النكاح، منها أنها لم يعين الزوجة، يعني ولا حد أول الأمد، وجعل المهر إجارة، يعني ودخل ولم ينقد شيئا، ما دفع شيء مقدم، واضح؟ قال: قلت فهذه 4 مسائل تضمنتها تلك المسألة، يعني أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول الأمد وجعل المهر إجارة ودخل ولم ينقد شيئا. 4 مسائل يا إخواني الكرام في تلك الآية. قال الإمام القرطبي: قلت فهذه 4 مسائل تضمنتها تلك المسألة. الأولى من الـ4 مسائل التعيين، أنه يا إخواني لم يعين الزوجة. قال علماؤنا، بيقصد المالكية علماؤنا، أما التعيين ف يعني
فيشبه أنه كان في أثناء حال المراوضة، يعني التفاهم، يعني وإنما عرض الأمر مجملا، واضح؟ وعين بعد ذلك. وقد قيل أنه زوجه صفوريا وهي الصغرى. يروى عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم: إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل خيرهما وأوفاهما، وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى، اللي هي صفوريا، وهي التي جاءت خلفه، وهي التي قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قيل إن الحكمة في تزويجه الصغرى منه قبل الكبرى، وإن كانت الكبرى أحوج إلى الرجال، أنه توقع أن يميل إليها، لأنه رآها في رسالته، يعني التي أرسلها، يعني وما شاء، يعني وما شاه في إقباله إلى من؟ إلى أبيها معها. فلو عرض عليه الكبرى ربما أظهر له الاختيار، وهو يضمر غيره، يعني وقيل غير هذا، يعني والله أعلم. وفي بعض الأخبار أنه تزوج بالكبرى، حكاه القشيري. الثانية، يعني المسألة الثانية إخواني الكرام، يعني أنه لم أنه اللي هو حد أول الأمد، لم يحد أول الأمد. المسألة الثانية: وأما ذكر أول المدة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه، بل هو مسكوت عنه، فإما رسماه وإلا فهو من أول وقت العقد. الثالثة: وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا، وجرى في حديث الذي لم يكن عنده إلا شيء من القرآن، رواه الأئمة. وفي بعض طرقه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تحفظ من القرآن؟ فقال: سورة البقرة والتي تليها. فقال قال: فعلمها 20 آية وهي امرأتك، يعني هو علمها 20 آية وهي إيه؟ وهي امرأتك. واختلف العلماء في هذه المسألة، يعني على 3 أقوال. مسألة إيه؟ النكاح بالإجارة، النكاح يا إخواني بالإيه؟ بالإجارة. يعني اختلف العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال، فكرهه مالك ومنعه ابن القاسم، يعني المالكي، وأجازه ابن حبيب، وذكر هذا الاختلاف ابن العربي في أحكام القرآن. وهو قول الشافعي وأصحابه، قالوا: يجوز أن تكون منفعة الحر صداقا كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، إخواني الكرام: لا يصح، وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة، يعني واضح، أو يسكنها داره سنة، لأن العبد والدار مال، وليس يعني خدمتها بنفسه مالا. يعني وقال أبو الحسن الكرخي، يعني احنا تكلمنا عن أبو الحسن الكرخي إخواني الكرام، وقلنا أن الشيخ الإمام الزاهد مفتي العراق شيخ الحنفية أبو الحسن عبيد الله ابن الحسين ابن دلال البغدادي الكرخي الفقيه، توفي رحمه الله في سنة 400، وكان رأسا في الاعتزال يسامحه الله، كما ورد في سير أعلام النبلاء. إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز، يعني لقول الله تعالى، يعني اللاتي آتيت أجورهن، ويعني وقال أبو بكر الرازي: لا يصح، لأن الإجارة عقد مؤقت، وعقد النكاح مؤبد، فهما متنافيان. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده، يعني ويثبت إيه؟ يعني بعده. وقال أصبغ ابن الفرج المالكي: إن نقد معه شيئا ففيه اختلاف، وإن لم ينقد فهو أشد، فإن ترك مضى على كل حال، بدليل قصة شعيب.
قال مالك وابن المواز وأشهب، وعول على هذه الآية جماعة من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة كما ورد في أحكام القرآن لابن العربي. وقال ابن خويز مندادي تضمنت هذه الآية النكاح على الإجارة والعقد صحيح، يعني ويكره أن تجعل الإجارة مهرا، وينبغي أن يكون المهر مالا كما قال عز وجل يعني في سورة النساء 24: إن تبتغوا بأموالكم محصنين. هذا قول أصحابنا جميعا الملكية. وأما قوله ودخل ولم ينقد، ما نفعش حاجة يعني مقدم، فقد اختلف الناس في هذا، يعني هل دخل حين عقد؟ إخواني الكرام، هل دخل يعني حين يعني عقد؟ يعني واضح، هل دخل يعني حين عقد؟ أيها الإخوة الكرام، يعني هل دخل حين عقد أم حين سافر؟ فإن كان حين عقد فماذا نقد؟ يعني وقد منع علماؤنا من الدخول حتى ينقد ولو ربع دينار. قال أبو القاسم، يا أبو القاسم يا إخواني، قاضي أشبيلية، أبو القاسم أحمد ابن القاضي أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد ابن منظور القيسي المالكي الأشبيلي، توفي سنة 2500 وله 84 سنة كما ورد في سير أعلام النبلاء. واضح إخواني؟ يعني وقال أبو القاسم فإن دخل قبل أن ينقد مضى، لأن المتأخرين من أصحابنا الملكية قالوا تعجيل الصداق أو شيء منه مستحب، على أنه إن كان الصداق راعيه الغنم فقد نقض يعني الشروع في الخدمة، يعني بيعتبر أنه رعيه كان نقض. وإن كان دخل حين سافر فطول الانتظار في النكاح جائز، يعني وإن كان مدى العمر بغير شرط، وأما إن كان بشرط فلا يجوز إلا أن يكون الغرض صحيحا، مثل التأهب للبناء أو كان انتظار صلاحية الزوجة للدخول صغيرة، يعني وإن كانت صغيرة. نص عليه علماؤنا كما ورد في أحكام القرآن الإمام ابن العربي. وفي هذه الآية يعني إخواني الكرام، يعني دي مسألة أخرى، إجارة ونكاح، اجتماع إجارة ونكاح إخواني الكرام، وقد اختلف علماؤنا في ذلك، يعني في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول قال في ثمانية أبي زيد. إيه ثمانية أبي زيد دي يا إخواني؟ يعني قال في ثمانية أبي زيد. أبي زيد هذا هو مفتي الأندلس أبي زيد عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن عيسى ابن نذير الأموي مولاهم القرطبي المالكي، حج وحمل عن أبي عبد الرحمن المقرئي ومطرف ابن عبد الله اليساري وعبد الملك ابن الماجشون وطبقتهم، برع في الفقه ودقائق المسائل، وله من سوائل المدنيين ثمانية كتب، له ثمان كتب إخواني الكرام تعرف بثمانية أبي زيد. توفي رحمه الله سنة 58 و200 وقيل 59 في جماد الأولى رحمه الله. يقول يعني وفي هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال. قال في ثمانية أبي زيد، وإحنا عارف من أبي زيد مفتي الأندلس أبي زيد عبد الرحمن بن إبراهيم ابن عيسى بن نذير الأموي، واضح. يعني قال إيه في ثمانية أبي زيد ثمان كتب، يكره ابتداء فإن وقع مضى. يعني الثاني قال مالك
وابن القاسم في المشهور لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة اللي لها معاني متعددة. يعني الثالث أجازه، يعني أشهب وأصبغ، يعني واضح. قال ابن العربي في أحكام القرآن يعني وهذا هو الصحيح وعليه تدل الآية، وقد قال مالك النكاح أشبه شيء بالبيوع، فأي فرق بين إجارة وبيع ونكاح حيث كذا فرع. وإن أصدقها يعني ده صداق تعليم شعر مباح صح. قال المزني يعني واضح إخواني قال المزني إخواني الكرام يعني قال إيه يعني قال يعني وذلك مثل قول الشاعر يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وإن أصدقها تعليم شعر فيه هجو أو فحش كما لو أصدقها خمرا أو خنزير، لا ما ينفعش. واضح إخواني؟ قوله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج يعني جرى ذكر الخدمة مطلقا. وقال مالك إنه جائز ويحمل على العرف، يعني واضح. يبقى هنا إيه المعنى هنا تأجرني ثماني حجج، يعني كما قال الإمام النووي ما أطلق ولم يحد رجع فيه إلى العرف، يعني كان بيتكلم على الإيه على الـ الآنية المضببة بضبة من فضة أو ذهب، يعني كان بيقول ايه من شرطها انها تكون قليل. قال ولم الشرع لم يحدد القليل من الكثير فيرجع فيه الى الايه؟ الى العرف، طبعا العرف الذي لا يتصادم مع الشرع، خلي بالك اخواني الكرام. يعني فهنا يقول يعني جرى ذكر الخدمة مطلقا. وقال مالك انه جائز ويحمل على العرف، عرف الجماعة البدو يعني واضح، يحمل على العرف فلا يحتاج في التسمية إلى الخدمة، يعني مش يحتاج إنه يحدد، لا ده احنا بنرجع فعلا للعرف، يعني واضح. وهو ظاهر قصة موسى فإنه ذكر إجارة مطلقة، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله يعني لا يجوز حتى يسمى لأنه مجهول. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه إخواني الكرام باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين له العمل، لقول الله تعالى على أن تأجرني ثماني حجج. قال المهلب ليس كما ترجح، لأن العمل عندهم كان معلوما، يعني هو العمل كان عندهم إيه معلوم، يعني إيه مش مجهول، يعني إيه عارف ان هو اجره على ايه. العمل كان عندهم ايه اخواني ابن قال المهلب قال ايه ليس كما ترجح، لان العمل عندهم كان معلوما من سقي وحرث ورعي وما شاكل اعمال البادية، يعني فهي في مهنة اهلها، فهذا متعارف عليه. وان لم يبين يعني نرجع فيه العرف، يعني واضح. وان لم يبين له اشخاص الاعمال يعني ولا مقاديرها، مثل أن يقول إنك تحرث كذا من السنة وترعى كذا من 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 السنة، فهذا إنما هو على الإيه على المعهود من خدمة البادية، على المعهود من خدمة إيه من خدمة الإيه البادية. وإنما لا يجوز عند الجميع أن تكون المدة أن تكون إيه يا إخواني؟ أن تكون المدة أن تكون المدة يا إخواني؟ أن تكون المدة أن تكون المدة يا إخواني إيه؟ أن تكون أن تكون المدة يعني يقول ويعني
يعني وإنما يعني يقول أن تكون المدة مجهولة، يعني أن تكون المدة مجهولة، والعمل مجهول غير معهود لا يجوز حتى يعلم. وهنا العرف إيه ما قال ابن العربي في أحكام القرآن، وقد ذكر أهل التفسير أنه عين له رعيه للغنم ولم يروى ذلك يعني من طريق صحيحة، ولكن قالوا إن صالح مدين لم يكن له عمل إلا إيه إخواني إلا رعيه يعني الغنم، إلا رعيه الإيه الغنم، فكان ما علم من حاله يعني قائما مقام التعيين للإيه للخدمة. هناك مسألة أخرى اللي بيقول فيها الإمام القرطبي: أجمع العلماء على أنه جائز أن يستأجر الراعي شهورا معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم معدودة، فإن كانت معدودة يعني معينة ففيها تفصيل لعلمائنا. قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف أي العوض والبدل إن ماتت. واضح إخواني؟ وهي رواية ضعيفة جدا. وقد استأجر صالح مدين موسى يعني على غنمه وقد رآها ولم يشترط خلفا، وإن كانت مطلقة غير مسمات ولا معينة جازت عند علمائنا. وقال الإمام حنيفة والشافعي: لا تجوز لجهالتها، وعول علماؤنا على العرف حسب ما ذكرنا آنفا، وأنه يعطى بقدر ما تحتمل قوته، ما تحتمل إخواني قوته. وهو صحيح، فإن صالح مدين علم يعني قدر قوة يعني موسى يعني برفع الحجر. إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.